نبدأ رحلة جريدة ونتك المعتاد من الصباح. الشرطة يغادر إلى السعودية عبر طائرة خاصة. طهران تجهز الباغوت لبطولة العالم. وطني الطائرة يواصل تحضيراته لتجمع إيران القاري. كانت هذه أبرز العناوين في الصفحة الأولى في الصباح، ونبقى في الصباح أيضا ونطالع أبرز العناوين في الصفحة الثانية. دوري ممتاز الكرة يزد الستار على مبارياته. مدرب سباحة الشرطة: الإعداد المثالي سبب التتويج. الزوراء يواصل التحضير لمواجهة ربع نهائي الكأس. ونبقى في الصباح ونذهب إلى الصفحة الثالثة الخاصة بالأخبار العالمية ونطالع. فوزان سهلان لسيدات أمريكا واليابان في مستهل مشوارهما المونديالي. الخليفي يستبعد أمبابي من جولة سان جيرمان الآسيوية. بداية جنونية لميسي مع أنتر ميامي. كانت هذه هي أبرز العناوين الخاصة في صحيفة الصباح والملحق الرياضي الصادر اليوم الأحد الموافق 23 تموز 2023. نروح لملحق رياضي آخر، وهو الملحق الرياضي الخاص في صحيفة الزوراء، ونطالع أبرز العناوين. لجنة المسابقات تغير موعد لقاء كلاسيكو الكأس. اتحاد الكرة يكرم المنتخب الأولمبي ويوافق على المشاركة في بطولة غرب آسيا للسيدات. نادي الحشد الشعبي يشارك في البطولة العربية لكرة اليد. لؤي صلاح يقترب من تدريب فريق القوة الجوية. اتحاد الجودو يجتمع بالرؤساء وممثلي الاتحادات الفرعية. كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة الزوراء، ومن الزوراء إلى الزمان ونطالع فيها أبرز العناوين. نتائج ختام الممتاز تغير مراكز لائحة الترتيب، والقاسم يكتفي بالانسحاب. درجال يوجه رسالة إلى اللاعبين المحترفين في السويد. وفاة مدير موقع رياضي أثر حادث سير في العاصمة بغداد. يعني هذا الخبر صراحة محزن، وفاة زميلنا العزيز الدكتور أحمد تغمده الله في رحمته الواسعة. نستمر في الأخبار الرياضية صراحة لهذا اليوم، ونذهب إلى الدستور ونطالع أبرز العناوين فيها. الجوية ينهي الموسم بتخطي نوروز. الصناعة يغادر الممتاز بتعادل مع الكرخ. الشرطة يستعد للعربية. الديوانية و30 هزيمة بالدوري. كربلاء تألق مع عبودي. الضائقة المالية تمنع القاسم من مواجهة أربيل. كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة الدستور وفي الصفحة الأولى فيها، ونبقى في الدستور ونطالع في الصفحة الداخلية. الشرطة من التتويج باللقب إلى المنافسة الشرسة مع أقوياء العرب. لجنة الانضباط تصدر عددا من القرارات. ولي كريم: الأخطاء الفردية كلفتنا الكثير. كربلاء يجتاز نفط الوسط، والديوانية يتلقى هزيمته 30. القاسم يتغيب أمام أربيل بسبب الضائقة المالية. تأهل ثنائي عراقي لبارولمبيات باريس. الصناعة يودع الممتاز بالتعادل مع الكرخ.
ومن الدستور إلى الصباح الجديد ونطالع أبرز العناوين في الملحق الرياضي. الملاكم الدولي كريم قاسم حاز على أوسمة الفوز في الفن النبيل. علي إبراهيم مدربا ليد الطلبة. تأهل ثناء القوس والسهم إلى بارالمبياد باريس 2024. اليابان تقدم دعما لفريق الأكيدو للفنون القتالية. الرياضة أحد القطاعات المؤثرة التي تسهم في نهضة العراق. زهراء جبير تقدم برنامج سكون عبر أثير حياتنا. ومن الصباح الجديد إلى الحقيقة ونطالع أبرز العناوين فيها. بمشاركة 600 لاعب ختام منافسات بطولة أندية العراق للشباب بالمواي تاي. مهند عبد الرحيم هدافا للدوري الممتاز بكرة القدم، وقائمة الهدافين تضم 3 لاعبين من الشرطة. مدربون عراقيون ينتقدون قرارا متسرع لاتحاد الكرة بشأن دور المحترفين. ونبقى في الحقيقة ونطالع في الصفحة الداخلية فيها. لماذا يرفض ميسي لعب بعض المباريات في الدوري الأمريكي؟ شارت قيادة ليفربول قد تسبب إحباط لمحمد صلاح. مدرب فريان يدافع عن ميندي، واكتشفت شخصا مختلفا لن تحكموا عليه مجددا. في قرار مفاجئ باريس يستبعد أمبابي من مواجهة النصر. كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في الصحف الرياضية والملاحق الرياضية لهذا اليوم. وصلنا لختام فقرتنا في جريدة ونت. شكرا لك يا مواد. شكرا مريم.